صبت 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 ميان فرحي كبير عادي 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 صغل سودة بعد ورك أدوك أنا إذي هاي صغل ورك أدوك بأو هيسا أنا متد بضينا أيكو جرمي شورت لايف أتاتي والريدي يو آر لايف لايف ما يس لايف أتاتي محارتة ما سنسي بيس لايف كي كان ما أنت ما أنتو أكحسن تهي يا ما أنتو أكحسن تهي محار لايف سوغل شولي يا لايف ما سوغل الليلة لا يقولي لايف ما سو قلنا لايفا ما أنت لايفا صار لايف كمان تحوس سو قلنا ده عندك كم وقت لايف وعمات سو قلنا متقانا ده وحاري بورجرين إن على سو دايو دب عسر دب عسر ها دب عسر وما هن دب عسر دب عسر محل الله حرر لك أضيع ما ودك فريدوم أوف سبيتش كم جرمية يا فري أي محمل أنا ودك إنه فري أوف سبيتش يعني ما ها لكن ما بين صو صعد هرت ضد ماش مكجرين كجرين ضد بنا كداون صو صعد صو صعد صو صعد ما هو سو قلنا إن ما يوصل يا من في عيني هاي أي محا 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 دحين وياي ودب عسر لوح حري ويحب محا لوح حري ودنك حقوق هذا الكمجر تقضي وح أركيني أو هوتيل كيسة حبت الوسط جوي الباب كيس شقدي إذا بوحيته هم ده كيو إس سيتيزن كأودا دامي هذا أمريكان everybody like مس معلش ماله أودا بالآن كأودنا أودا ما هم رايت كأودنا بالآن كحقوق بالآن كأودا لكن especially تدك مريكان كأودا ما بين هاي أنا جو حد جونا ودن free of speech لنا سا نينكا وحما قلب سن لك ويسكا هلا سومالي وين ابسين سومالي وين امسين وحره يس خوفك بالعدن كافكي سوكا هلا كرا لكن قدو افكي سكا هلا اني الباب لو سو جبيه او لديله ايو وحاس ايو وا انا قلد واي ما فهم هي انا هدا وحا روا دب عسير دولد سومالي لاند وحا او شيغا دب عسير نسك سودايا هي لكن الا شل الا حي انو نول يحي ان كلا ور لغ ما هايو نول يحي انو قول كان وحا اركينا سو حبد لو سو جبيناي قول وارك لو سو جبيونين مسكين او داو عسرير جيفو صح يا هذه مركه وحا واي نينك سكس هلا سو دايو نينك مسكين كي اه ما حقوق قبل كرت هذا ذي مركان نيكا هرجيس وجوجا ما إيش قليلة تعينا حقوق ذي بلادن كود ضوضة وحقوق قبل كرا راينا بسفارة مريكا كاضع نيكا وانا مريكا لان نيكا ما أها نمتدك عادي جماها أمريكان كتدك ودتك وكد ما أها المال هذا عبد الملك يا أسكح حري جت المسكين كهاي نبعان هلا يا نسكع بعرسنا بلادن ك أنا جوا حقوق ضوضة حقوق ذي بلادن كقف صومالي أو ودن صومالي تجي إنه الحروب له ريزن وقلت حقوق ذي بلادن كم جفتو هادي انا انا سومالي غور البيت دونا فري اوف سبيج ودن كوقتي وكدع دونا اي دون نو لكن سي حد وحا او شيغايا دولتا شربت لا سومالي لان مو سبيحي مدحوينه هدا دورتي مو سبيحي وحا او شيغايا مو سبيحي وحا او شيغايا مدحوينه جاله مدحوينه واكو امين سنهي وحتى بيست بريزيدنت لكن سي وحا ربنا ان نسو دايو تبع تبع سر ان لسودا تبع سر ان لسودا يا هذيك انا سبعه حتى اللي منكي الباب كسو جبي حتى واحد ورقه ما وذني محكمه ورقه كمان سو قادن قفقه مركو قفقه غورغي سي اوتيل قلعه وكلا بحي فريق ومد غيرين لعاو كلا بحي قفقه مركو او كسو غلاعي الباب يو هاف تو هاف ا وارن وارنت ورقه لدو الى ودتيد وا صح قلد واينا قف غورغي انت اسكو سو غشي بوم اسكو قبسه اسكو كعيسه كيدنابن كيس وا ذيس كيس از كيدنابن كيس وا كيدنابن مالها وا ادبس وال اوف دومي ذيس از كيدنابن كيس وا قد حاس كيسي عيال كيسي ورك ما هيان الميسي حاس كيسي اول ايفربري مريكان كدن نيكا وي رادينو يعني هاد سفارت مريكان كا وعايدين كو جيرتين دغيستا سو وحان ربا نيكا سدو دقسا بدن سو دا ديكر مريكان كلا كابترود سو لا سو بحيان العلزان كو هاي وع العلنو يا ولد انا لا هدلايان حلا الكابتر بلاك دولد ان التلايف كم قمنا يا اي دونت نو مي شيفان هابين ميت اي دونت نو اي اوكي هدا وعايا لا سعد هلكاي هذه ما حكى عبسنا صاحبي انا ما حكى عبسنا ما حكى عبسرت انا ايغنا برضو انا وعايا قف كستو بلادن او قف بلادن كدبكي سو ديبايو ما حيهتو او ما حيهتو ها ها وعان صح ها وعان كان لسه داي دت كان لسه الحين قلت وادي ودن كان خوفك تكمل لسه حير على سقه انا حد وار هرجيسنا هذا وار ربي لك هذا عصبه هذا وار بعفكيشن او صدنا هرجيس هذا وار بعصبه ما حد كل واحد حير اي اوتيل كل جوسه جبيه بس ما حتى ما مدحين ترام وهم قاستاينا افر دي عايا سؤال باب قاستاينا سو ودار دبع سرفتي ذا ترام عنجر وليسنا الباب الجوسه مجبينه ايش بحس مجرا دونك قال ما هو مر كان انت كان سومالدان تتكلم ديلو غ غ غ ما حتى فير كارانتي ديلتانك ور افكا لا غود هاد دونك وا البحي 2018 قبل دايزا كهرتي اوكي سو تتكلم ديلو تفرد وعايا بليز سو داي وا مقلز انكم مقلسانا وعايا سفارد اوكي حط تفرد مو انا رينا يا كو اوكي وا وعينا دتك اقيارتا سي شير غريا انسان كو جيره شار غريا ويلكاس نيكاس مسكين كو دودا والله بلا هذا وغنا حمانت اوتيل وجيفا والو جيبي اي دونت نو فاشدي اي وحبا كو خيرنا
soo soo qolkiisa iska jiifa loo soo galay hurrig waa lala cararay anoo inuu nool yahay in kaleeto ana hadda waa report gareynaya soo mareykanka ma xaq baa u leedahay inaad report gareysid aniga qofkasta oo US citizen eh baan u hadlaa dadka mareykanka oo la dhibaateeyo xuquuqdooda u hadlaa kidnapping case waa this case sax soo hala soo daayay ninkaneetu dikir safaaradan wacaya right now waana ku jiraysaan waa wacaya waa report gareynaya haddan ku wacaysi waa kan lambarka waa lagu ogyahay inuu meeshaas joogo safaaradu way ogtahay Welcome to the Department of State's Bureau of Consular Affairs, Overseas Citizen Services, serving U.S. citizens abroad. Have you seen our website? Visit travel.state.gov. You'll find the latest information covering world events, including travel warnings, updated 24 hours a day, 7 days a week, as world conditions change. Again, the website is travel.state.gov. Please select from one of the following menu options. If you are calling about an emergency regarding a United States citizen abroad, please press 0 now. You may press 8 at any time to repeat a message, or 0 to speak with an information specialist. If you have concerns or information about a possible international child abduction, or would like information about international travel, travel safety and health, and document authentication Abdurrahman Haji, if you are calling about a member of the U.S. military deployed abroad, please press 3. If you are calling about a citizen from another country, press 4. To learn more about visas, press 5. If you are calling about a U.S. government employee who is not a member of the U.S. military, please stay on the line while your call is transferred to the next available customer service representative. Your call may be monitored or recorded for quality assurance purposes. Hello, my name is Sandra. Hi, how are you? I'm doing good. And you? Good, good. Hey, I want to report an American citizen. Actually, my name first is Kadar Dol, calling from Minneapolis, Minnesota. And I saw on a Facebook video, an American citizen that was kidnapped in Somalia, Hargeisa. And while he was streaming live on Facebook, and his name is Abdurrahman Haji. Yeah, first name Abdurrahman, last name Haji. So we were watching this video and we saw him, like he was complaining, people were trying to get him. There was a lot of knocks coming out of the door and finally people come in and they just grab me and the live video just ended right there. Okay, so let me see, just one moment. So you're trying to report a U.S. citizen being kidnapped? Yes, in Somalia, Hargeisa, a city called Hargeisa. So he was there. He was, you know, this guy is a well-known guy. His name is Abdurrahman Haji. He's an imam. And he went there November 13. He was updating us what is going on over there. And finally, he was complaining. People were trying to get him. And he was on his hotel. And then people come in and just grab him, you know, like nothing. And then video and up to yesterday, he didn't post anything. So we were concerned. So we want to know if that guy is still okay, or what's going on. Okay, so I'm trying to understand everything that makes sense of it. It's just that it's a little hard. I'm not sure why. But so the U.S. citizen has been kidnapped and this all happened overseas, correct? Correct. Okay. So and you have reported it before, you're reporting it now? I'm reporting it right now. Okay. So I'm going to put you on hold while I try to reach out to the officer. But before I reach out to the officer, what country was this happening in? Somalia, Hargeisa. Can you spell that for me, please? Hargeisa, Somalia is S-O-M-A-L-I. City is Hargeisa. H-A-R-G-E-I-S-A. Just a moment.
So do you have any officers that is available in Somalia, any contacts that maybe can put a shine on this, what's going on, and maybe they would need, they know that this guy was here. This guy is from Ohio, Columbus. He has family here, and so a lot of people follow me on Facebook. He's a well-known guy. Okay, let me see. I'm still trying to pull it up for you. Okay, so I do have the information pulled up. I'm going to put you on hold while I try to reach out to the officer, okay? Yes, ma'am. Thank you. Just one moment. Holden اللي قليها حتى سمالي لا الله الله يا سمالي تستريد وقعي والله سعدت سمالي كجرة لك كجرة تستريد يا زنباسي لا الله الله بيك سمالي على الحري بيك ما ملاك بيك ما دكت بس كشف خمسة دماء ملاك كوا دولة يا خدنا بلدوك ونوعي كتا عنونو سمالي كوسو قرية فقش باتا وكوسو قرية وحس وانا ما دسمع وحس وانا ما دني يوم هذا قبيل ميا لام تقولنا بكيز كان كتيرنا بنكيز أربعة هذا قبيل كي حلو درس نو فقش درس نو ما حس نصيب عب ما يحس متكلم حكولية شركة كاحيران ضد كبدنا ملقو إنفايت قرقر شركة كفر لك شركة من قانا نقصي لفرة أنا is my first time نيو إيشو شك سلفرة شركة بلي بس ودر صو سلفرة إيشو شك how I'm gonna do that hi Officer, I have been trying to reach out to the officer. I'm still trying to reach out to them, but it seems that they're either away from the desk or they're assisting another citizen. Okay. I can keep trying, but otherwise the only other option will be to leave a voicemail with your name, contact information, and brief message on why you're calling. Okay. But otherwise, I can still keep trying to reach out to the officer, but that's the only option will be to leave a voicemail. All right. If they do not respond. All right. What are we what are we going to do is that we're going to call back an hour. Yeah. Thank you. I'll just try to keep reaching them, but if not, you can contact back as well. If I'm going to put you on hold for a few more moments, so I'll keep trying, but if not, then I will come over and tell you if you wish to leave the voice or not. Okay. Sounds good. Okay. Is there anything else I can do for you? No, I appreciate it. Thank you, ma'am. Appreciate it. Thank you for your time. Appreciate it. And thank you for calling. You're welcome, and thank you for calling Private States Overseas Citizen Services. Just one moment while I try to keep reaching to the officer, okay? Okay, sounds good. Yeah, I'm in Kenya. Officer, maybe I have been out of Somalia, Somalia, telephone, come up on a There's no emergency. Emergency. What the bear? What the bear? The other one, like, okay. I'm going to go to the hospital. وحاس محيطها لك يا اوكي اوكي
I know, Mom. I appreciate it. We are. What are we gonna do is that we're gonna call back later on. Thank you so much. Thanks for your help. Okay. Thank you. No, I appreciate it. Thanks for your time, man. Thank you. Okay. Life magallo ana naqtu admiye ee waxa kuleeyin dadka maalka ma sii share garan kara because waxa ka xiran adbaanka expert kuma tiilo ama lana ma garanay waxan this my first time why william mant william waxa yar dhibaato badan Soomaali ka dhici jirtay waxan ka nacnay hatta waxa maqalnay Soomaaliye wa ilaahay wa ijeeda wa dhimar raayay wa dilaya oo maracad asan inta waxaan mana qaanay dadkii qaanay soo weydiisay loo sheer garay wax loo furay ayaa ku sheegay doona ku sheegay wada soo qor waa ka soo qor muxuu dhahay ma aqaan waxyaalo badan soo hayni waad waqtiga oo nuu socdo een had aqyaarta saasa idii ka tageyna een lambarku ku qoray dadka America joogo lambarkaas oo wici karaan okay taleefanka laga qabanaya marka wada 0 taabo then qofka magaciis sheeg iyo xaribood garanaysid dan Soomaaliya arimaha dibad dadku u joogaa wacaayaan hadii taleefanka la qabdan information wala si gudbinaa salaam aleekum qeyr badan idii rajaynayna maac salaamu